في ايام الكورونا الله يكفينا ويكفيكم الشر. امين امين. فخسروا يوم خسروا الرجال يقول له انا وانت خسرانين، يعني مو بس انا اللي خسران، انا وانت كلنا في الهوا سوا. قال لا رجع لي المبلغ، هو صديقه، قال لا رجع لي المبلغ كامل اللي انا اعطيتك اياه، انا مالي شغل. قال له يا ابو فلان انا وانت ترى انا ما ماخذ الفلوس في جيبي، انا ترى انا وانت كلنا رحنا ما وش اسوي يعني. قال لا رجع لي المبلغ اللي اعطيتك اياه. يقول واسحب من البنك واعطيه المبلغ. يقول والله العظيم سويت هذا الشيء عشان ما افقده كصديق، ما يبغى يخسره، ما يبغى يخسره. شوف هذا من التضحيه ترى، صح والله. لو يعني لو غيره والله العظيم كان قال له بلط البحر او قال له راح الله يستر عليك، صح. فقال قال قال عشان ما اخسره هذا عز علي ولا فاهم. يقول والله العظيم واتحمل خساره كلها انا. طبعا فيما بعد الله عوضه دبلات الدبلات في هذا المشروع. يقول خذ كلمت رجال ثاني ودخل معي وسبحان الله الله فتحها علينا. فهذا من باب التضحيه يعني. شوف تضحيه وصادفه سبحان الله، نيه طيبه بعد. نيه هو اللي قبل شوي الشيخ ابو سعود قبل شوي يوم يتكلم في انك بعض الاحيان تشوف انه صاحب حاجه ثم تقول يا ولد دراهم صدقه. بعض الاحيان يسمونها حمامه جمعان، عندنا مثل يقول حمامه جمعان. وش قصه حمامه جمعان دي؟ اسلم. حمامه جمعان واحد اللي قال جمعان مع حمامه وعنده وناس يا جمعان تصدق، يا جمعان تصدق، يا جمعان تصدق، ويقول يا ابن الحلال وين بتصدق؟ ومنين نجيب دراهم؟ منين نجيب كذا؟ قال حمامه دي تصدق بها. قال لا ما مصدق بها. المهم طلع يوم من ايام يا جمعه والحمامه تفيده شوي، يوم طارت يوم يطالب الحمامه قال ولد الحمامه دي صدقه عني وعن ولدي. عشان طلعت في بعض الاحيان الناس يجبرونك يعني تعطيه دراهم وكذا في الاخير تقول صدقه، لكن مثل حمامه جمعه يا اخي راحت يا اخي مشكله يا اخي في صادق يعني ومن اصدق من الله قيله يعني وان تصدقوا خير لك. شوف تبقى بعض الناس تعود وعند بعض الناس يجحد صدق هذا الجحد. في واحد اعرفه انا يقول يا ولد انتبه وتسلم، قال انتبه لا يخلص الدين، لقد الدين الثاني موجود مره. قلت يا ولد على طول، قال دين ورا دين لا تفكه عيش حياتك. إليك إليك وانقف الخير صفون ريعه ونقي صفون ريعه ونقي.